هو النمط الغذائي الصحي اللي خاص كل واحد يتبعه يوميا، يعني في السحور، في الفطور، مورا ما كيفرق الصيام ديالو، شحال ديال الوقت خصو يخلي تاني ما بين الوجبات؟ اولا بعد الانسان خص يفهم بان السحور ماشي واجب غذائي، فهو حنا تنسموه الفرنسيه اون كولاسيون. خص الانسان الى ناض في السحور باش يصلي الفجر خصو اون كولاسيون، سيتادير تيمكن له ياخذ او فواكه او ياخذ واحد طرد الخبز بالفرماج، شي حاجه بسيطه، شي حاجه اللي غير طبعا او الماء او شي عصير ولا شي حاجه ساده بسيطه، ولكن ما خصوش يكون يفكر في السحور بحال كان واحد وجبه غذائيه اساسيه بحال دابا الغداء او العشاء. فهذا الغلط الاول اللي خص الانسان يفهم ما يديروش اساسي. ففي الفطور باش غادي نقسموا الفطور، اولا بالماء، او كاين الناس اللي تيختاروا الحليب او المشقات ديال الحليب او عصير، فعاوتاني اللي اساسي العصير خصو يكون طبيعي الى الانسان كان عنده الامكانيات يكون طبيعي، حيت حنا عندنا في البلاد ديالنا الفواكه الحمد موجودين، اذا ما كنت فالانسان غير ما يجي من الكميه. شنو هي الكميه؟ هو كاس واحد ماشي ثلاثه كيسان ديال العصير، حيت حتى هما حتى العصير راه سكريات سريعه، فالماء او كاس ديال الحليب او كاس دنك العصير، وديك الساعه ياخذ اما تمره او شريحه او شباكيه مره ماشي دائما اللهم الانسان ياخذ واحد شريحه او واحد تمره، ولا ياخذ كثره كل نهار شباكيه الا كان عنده واحد التقاليد بغى يتبع. وطبعا راه الانسان شرب زلافه ديال الحريره، راه الحريره هو اكل متكامل، الحريره ديالنا مغربيه الطبيعيه اللي معروفه، راه اكل كامل. هذه طبعا تنزيدوا معها بروتينات بحال دابا واحد بيضه مسلوقه، وهذا الانسان في هذا الوقت خصو يوقف بركه عليه، يمكن ديك الساعه يشرب كويس ديال اتاي او كويس ديال القهوه، طبعا حنا تنصحوا باش ما يكونش فيهم السكر، ولا الانسان ما يمكنلوش يشربوا السكر، تكون الكميه ديال السكر تكون قليله جدا. فهذه الساعه بعد الانسان كاين اللي تيمشي يصلي، كاين اللي ترتاح، كاين اللي دابا اليوم الناس غادي يتصلوا بالتليفون مع الحباب، ما غاديش يمشيو يشوفوهم، لان العزل الصحي اساسي وتاكد عليه، وخص الانسان لا بده يحترموه. فالانسان ديك الساعه يمكن له يتصل بحال دابا معك اميمه، يتصل بالعائله ديالو او بالحباب ديالو او بالوالدين، باش حتى هو يدوز واحد الوقت معاهم في هذا الشهر المبارك، ولكن خص على عبر الهاتف او على عرض الشاشه ديال الكمبيوتر ديال الكمبيوتر، فديك الساعه يرتاح او يصلي او يقرا. ومن بعد خص لابد ساعتين من بعد، لابد ساعتين من بعد باش تتخلي الوقت باش نهضموا داك الشيء اللي كلينا، اللي يكون عاوتاني خفيف. فالانسان انا تكلمت لكم على البيض وعلى الحريره، وتكلمت لكم على تمره او شريحه، نهار اخر يمكننا نختاروا باش ناخذوا كاس ديال الحليب او ديال العصير او كاس الماء، وناخذوا طريف ديال الخبز مع 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 الفرماج، ونهار اخر يمكننا نختاروا ناكلوا واحد مسمنه مغربيه. اذا انا ما تنقولش بان الانسان ما خصو يقيس لا بغرير لا مسمن، تنقول خص تكون بالقياس بالقياس، وتكون مره خص الانسان ينوع هاد السيمانه اللي غتكون عنده، ينوع من المواد الغذائيه اللي الحمد لله كاينه متواجده في البلاد ديالنا، وغير من حتى في الطياب ما يستعملش بكثره لا السكريات السريعه ولا الدهنيات. فالعشاء شنو هو العشاء؟ العشاء اللي اساسي ساعتين من بعد، ولا من بعد الصلاه ديال ولا من بعد التراويح في المنزل ديالو الانسان، لان عاوتاني العزل الصحي حنا في واحد الوقت اللي اساسي في بلادنا العزل الصحي، فديك الساعه خصو لازم جوج ديال المواد اللي يكونوا اساسيه، اولا الخضر، وثانيا ديك الساعه يختار عاوتاني البروتينات. شمن البروتينات؟ هما اللحوم البيضاء او الحمراء، فالانسان يمكن ياخذ طريف اللحم او الكبته او الدجاج او السمك، فيختار بواحد الكميه عاوتاني معقوله. اذا كان غادي يدير هذاك الطاجين عائلي، او كان غادي يستعمل ماده اخرى، فخص الكثره تكون من الخضر ماشي من اللحوم. اللحوم غير غادي نعطيو واحد الطرف المذاق وطيبا حتى من البروتينات، ولكن خص الكميه الكثيره هي تكون ديال الخضر. هذه من جهه اخرى، يمكن عاوتاني تنويع اخر
هما نديرو الخضار وحنا سكون ابل هذوك لي فيكولوم بحال دابا شويه ديال الروز او ولا لو بلي حتى هو اللي اساس اللي يمكننا نخلطو مع الخضار فهو حتى هما متكامل هادو مادات غذائيه متكامله بالنسبه لسكون ابل لي اسيد امينو اسانسييل هادو متكاملين وتعطيو مقويات واساسيه وكاين عاوتاني حاجه اخرى اللي واحد الاكل اللي مزيان العدس ديالنا المغربي حتى هو سي لاساسي اللي تيمكن له حتى هما نديروا فيه شويه ديال البروتينات كاين اللي تيدير فيه شويه ديال الخليع ماشي بزاف لان كاين دهنيات وكاين السمن اولا ولا يمكن له يدير فيه طريفات ديال الدجاج وكاين بعض المرات اللي تيديروا فيه حتى طريفات ديال السوسيس مع مع مع, مع العدس او مع اللوبيا البيضاء اللي حنا تنعرفوا غير ما نكثروش من الزيت وما نكثروش من الدهنيات حتى هادو متكاملين اذا لاساسي الا مشيتي حتى درتي هذاك الطاجين بالخضره او لا اختاريتي بحال دابا العدس او اختاريتي الروز ديما تتكمل بالخضر الخضر هما اللي اساسيين اذا وتنكمل باش تنكمل بكويس ديال الماء او ديك الساعه شويه الويزا او البابونج او الحاجه اخرى او اللي تمنينا فعندك من بعد الناس اللي تختاروا ياكلوا قبل ما ينعسوا او كاين شي ناس اللي تختاروا ما ياكلوش في ديك الوقت يتعشاو معطلين وهذا هذه ماشي نصيحه النصيحه ديالي هما الناس يتعشاو ساعتين او اكثر ثلاثه سوايع من بعد الفطور وكاين الناس اللي تختاروا تي بان ياكلوا فوق السحور ملي تينوضوا يصليوا الفجر فهذا اللي النصيحه اللي يمكن نعطي بان ما خصو يكون واحد 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 الاكل اللي يكون متكامل او خصو يكون اولا سكون ابل ليدغاتاسيون سي تادير ولا بدا يشرب الماء او الحليب او مشتقات ديال الحليب او عصير هذا اساسي وثانيا يمكن ياخذ فواكه فالنصيحه اللي تنعطي الناس باش يكون واحد التغذيه تكون متكامله وتكون على متوازنه شنو هو نخلي هذاك الفواكه حتى الوقت ديال السحور بحال دابا تناخذ كاس الحليب او تناخذ فروماج او تناخذ ياغورت او مشتقات ديال الحليب وتناخذ معاه الفواكه عاوتاني ماشي بكثره وحده او جوج باش نشرب كاس الماء وتيمكن لي ديك الساعه النعاس باش نفيق لا غدا في واحد اون فورم وواحد الحاله لان النوم اساسيه اميمه